معنى آية ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ إن آيات القرآن الكريم بمثابة المنهاج ودليل الخير للعباد، فالله تعالى لا يرشد عباده إلا لما يصلح أحوالهم. وقد حملت بعض آيات القرآن الكريم سبيل الأمان في الحياة، ومن أبرز هذه الآيات قوله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويتساءل الكثير من المسلمين عن معنى آية ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والسر في هذا الارتباط الوثيق. قال الله تعالى في سورة الرعد: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومعنى آية ألا بذكر الله تطمئن القلوب أن الذين آمنوا بالله تطيب قلوبهم وتهدأ عندما تقترب من الله تعالى، حيث تتنزل عليهم السكينة والطمأنينة بمجرد ذكرهم لله تعالى، وذلك لأنهم رضوا به مولى ونصير، وهو المستحق لذلك. تكثر أقوال أهل التفسير في المقصود بذكر الله تعالى الوارد في الآية الكريمة، فقد قيل أن المراد هو ذكر الله تعالى بالأفواه، بينما قيل ذكر نعمة الله عليهم أو وعده وثوابه الذي أعده لهم، كما قيل أيضا في تفسيرها أن المقصود بذكر الله أي تلاوة القرآن الكريم. يقول الإمام الضحاك في تفسير هذه الآية الكريمة: إن المؤمنين هم الذين تصدقوا قلوبهم بذكر الله تعالى والقرآن الكريم، بينما فسر سفيان بن عيينة هذه الآية بأن المقصود بذكر الله أي أمره وقضائه. أما قتادة فقد قال: هم الذين آمنوا وآنست قلوبهم لذكر ربهم وركنوا إليه. بينما فسر بعض المفسرين الآية بأن مرادها قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في تفسير السدي أن الذكر هنا المراد به الحلف، أي إذا حلف خصمه بالله أمامه، فإن قلبه يسكن ويطمئن لذلك. بينما قال بعض العلماء في تفسيرها أن ذكر الله هو ذكر رحمته أو الدلائل التي تدل على وحدانيته وتؤكد على وجوب طاعته.